بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايب قلب أم أحمد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا رب. النهاردة بإذن الله أم أحمد جاية لكم عاملة رز مغذي للأطفال ولينا كمان، رز بالخضار، حاطة فيه بصل وجزر وطماطم وبطاطس ورز وتوم، يعني كله بسم الله ما شاء الله، كلها حاجات مفيدة ومغذية لينا. ماشي حبايبي، يلا بينا بقى. السمك ده بقى عملته معاكم كتير قبل كده، فمش هطول عليكم في السمك، انا بس ايه وريتكم ان احنا هناكلوه مع السمك، انما انا مش هعمل معاكم السمك لان صورنا سمك قبل كده كتير، احنا بس هنعمل مع بعض الرز بالخضار ده. ماشي حبيبتي، يلا بينا نشوفوا هنعمل الرز بتاعنا الحلو ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حبيبه قلبي، اول حاجه بننزل بمعلقتين الزبده وعليهم الزيت، بعد كده بنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بالبصله، تصفر بس شويه مش هنحمرها. ادي حبيبتي البصله اصفرت اهي معانا، هننزل زي خمس فصوص ثوم كده مش هنحمرهم برده، بدي اشم ريحه الثومه بس. ما شاء الله نوع الرز ده بيبقى مغذي جدا للاطفال ولينا كمان، لانه في كل يعني اصناف كتيره من الخضار. ماشي حبيبتي، انا شميت كده ريحه الثوم، هنزل بالجزر، البصله شويه. حبيبتي عزيز الجزر بتاعنا دبل اهو خالص مع البصله، وعطيته كمان نص كوبايه ميه بعد ما دبل. ماشي حبيبتي، هنزل عليه دلوقتي بحوالي 4 أو 5 طماطمات. ادي حبيبتي الطماطم بتاعتنا اهي حطيناها ما شاء الله اتهرت برده ونزلت الميه بتاعتها. هنزل دلوقتي بالبطاطس مكعبات، كل دي حاجات مغذية لينا. ماشي حبيبتي، هحط كوبايتين مية مع البطاطس عشان تاخد غلوة بس قبل الرز. هنزل بقى بالبهارات اللي بحطها عليها، ادي ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة ونص معلقة كركم، هسيبهم بقى يغلوا شويه كده الحاجات دي كلها مع بعضها غلوتين، علشان الرز يا دوبك مش هياخد سوا معاه. وادي حبيبتي دلوقتي ضفنا العيار بتاع الرز اهو، بعد ما البطاطس بتاعتنا غليت غلوه كده مع كوبايتين الميه اللي حطيناهم، حطيت عيار الرز هيغلي برده، الميه هتغلي وبعد كده هنزل بالرز بتاعي، ودي اخر حاجه بقى في الرز. ادي حبايبي ميه الرز اهي قدامنا ما شاء الله عماله تكتك اهي، والخضار بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله، احلى شويه رز تاكليهم اهو. قبل البطاطس بقى ما تدخل معانا في السوى بننزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم بالرز بتاعنا اهو يا حبيبتي بس، واول ما يبدا يغلي بقى خالص زي الرز العادي كده، طريقه الرز العاديه، بس بنحط الميه على قد الرز بالظبط عشان الجزر طبعا والطماطم كل دي حاجات بتنزل معانا ميه. وادي حبيبه قلبي الرز بتاعنا اهو استوى، بعد ما طبعا وريتك حطينا اخر حاجه الرز والميه ووطيت عليه لما غلى، والحمد لله استوى اهو بقى زي الفل، والبطاطس استوت ومش معجنه فيه. وقلبي ما طولش عليكي بالله عليكي، ما تنسيش ام احمد في اللايك والشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.